دكتور محمد الحامد يعني في نفس التخصص وربما استشار نفسي، ونحن ما زلنا نتكلم في هذه القضية، وهي أيهما أولى، الزواج من عربية أو أجنبية، ومن البعد النفسي الذي تراه سواء من خلال تدريسك أو من خلال الحالات التي تعرض عليك، هل شكل عندك موقف معين في أيهما أولوية، الزواج من عربية أم الزواج من أجنبية من الزاوية النفسية؟ تفضل دكتور. يعني هو في حقيقة الأمر أنا أود أن أبدأ بتعريف كلمة الأجنبية على أساس الأمور تكون واضحة في الطرح بشكل أكثر قرب للمشاهد وللمستمع. الأجنبية عادة يحكم قضية أجنبي أو غير أجنبي قضية الدين واللغة والناحية العرقية. يمكن هذه هي الثلاثة محاور الرئيسية اللي بتحدد إذا كان شخص أجنبي أو ليس شخص، حتى ثقافة معينة، يعني إذا في ثقافة بلغة أخرى أنا أعتبرها ثقافة أجنبية، إذا في ثقافة من عرق آخر أعتبرها ثقافة أجنبية. فكلمة أجنبية تعني هذه المحاور الثلاثة، اختلاف في النواحي الدينية العرقية والناحية الثالثة. طيب نعم. الآن رؤيتك وحكمك على هذا الموضوع من الناحية النفسية. نعم. من الناحية النفسية اللي بيحكم الموضوع بشكل أكبر هو قضية التوافق الزوجي بالدرجة الأولى. طيب. اللي بيحكم هذه القضية إذا هنالك توافق ما بين الزوجين، سواء كانت الزوجة أجنبية أو الزوج أجنبي أيهما، إذا الحياة الأسرية كانت حياة مستقرة هنالك نوع من التفاهم ما بين الزوجين، اعتقد انه يعني حيكون في يعني قليل جدا من الصراعات النفسيه لدى الاطفال اثناء التربيه. نعم. مهم جدا الوعي بين في حاله الزواج من اجنبيه، الوعي في تقبل الحضارتين، تقبل ثقافتين مختلفه من قبل الوالد، ثقافه معينه وبيئه معينه وكلتشر معين، ومن جهه الوالده شيء مختلف. لكن هذه التوعيه الان لا تحدث في واقعنا المعاصر، اليس كذلك؟ يعتمد، لأن هذه قضايا فردية، يعني ما أستطيع أني أطلق حكم عام في هذه القضية، لكن يبدو في الأكثرية في أنه لا غير موجود، أنه غير موجود قضية. طيب إذا ما هي وجهة نظرك؟ هل أنت تؤيد هذا الزواج أم أنت ترفض هذا الزواج من الناحية النفسية؟ أنا حقيقة لا أؤيد ولا أرفض، لكن وضعي في هذه القضية هل الزوجين مناسبين متلائمين؟ طيب قد يكون الزوجين أو غير توافق. طيب قد يكون الزوجين من الناحية النفسية متلائمين، لكن الإشكاليات التربوية اللي عرضتها الأستاذة إلهام ما يشجع إلى حكم معين نحن نرشحه في هذا المجال؟ أنا أعتقد برضو التعجل في الأحكام في مثل هذه الأمور قد يؤدي إلى نتائج خاطئة. نعم. لأنه من الناحية النفسية بمجرد إنه الأسرة فيها نوع من التوافق ما بين الزوجين، هذا يعني يشكل 50% وما يزيد عن ذلك وأكثر من ذلك في قضية عدم وجود صراعات لدى الأبناء. الناحية الثقافية، ناحية الوعي الموجود ما بين الزوجين ممكن يقلل كثير من هذه الآثار، لكن بدون أدنى شك أنه في نسبة أعلى في قضية الزواج من الأجنبية لوجود مثل هذه الصراعات. قد تكون هذه النسبة أدنى في حال الزواج من نفس البلد، وتقل النسبة كلما وصلنا إلى تقارب أكثر. طيب ما بين العائلتين. نعم. طيب ما تلاحظ غالبا يعني الزواج من أجنبية غالبا في الغالب يحدث من عندما يسافر أبنائنا الطلبة إلى الخارج وأثناء دراستهم هناك، يعني إما بدافع الحب أو بدافع أن يعني يحفظ نفسه من الانحراف ويريد العفة مثلا، فيحدث الزواج من أجنبية. يعني هل مر معك مثلا زواج من أجنبية على عمر 40 سنة ولا 35 سنة واحد يتزوج من أجنبية، ولا في الغالب شباب ويكونوا في وقت الدراسة؟ لا، هو في الغالب كما تفضلت شباب. لكن يبدو لي العامل الرئيسي في هذه القضية لأنها الفرصة الوحيدة اللي تمكن الشاب من الاختيار مباشرة. نعم. لأنه في مجتمعاتنا من خلال العادات والتقاليد أعتقد أنه قد يكون في صعوبة أحيانا للرجل أو للمرأة للاختيار بطريقة قد يفضلها هو، لا يعني أنها صحيحة أو خاطئة، أنا لا أقيم الآن الصح من الخطأ، ولكن قد يكون أقرب لذاته أن يبحث عن امرأة يجدها بنفسه بدون وجود وساطات معينة أو عن طريق الأسرة من خلال عاداتنا وتقاليدنا. نعم. فقد يكون هذا من الأسباب الرئيسية. طيب دكتور خالد مذكور، ربما نرجع مرة أخرى، يعني وعرضت في البداية إلى مقدمة أنه الإسلام كقرآن وكسنة لم يذهب إلى اتجاه معين، وإنما الباب مفتوح، والإسلام باب مفتوح على كل الثقافات، وطالما أنه بالضوابط الشرعية، لكن البعض يستدل من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كون يعني أغلب أمهات المؤمنين من مكة ومن المدينة، يعني من يعني إن صح التعبير بنت البلد، يعني من البيئة نفسها، اللهم ماريا القبطية فقط اللي هي
بتعريفنا نحن اليوم نسميها التصنيف الأجنبي، وهي وحيدة من جملة أمهات المؤمنين. فيقول لك لا، لابد أن يعاد النظر في الفقه الإسلامي اليوم، ولابد أن يفتى بتضييق دائرة الزواج من أجنبية، وأن نفسح المجال للزواج من بنت البلد. أسمع الإجابة بعد الفاصل بإذن الله. نقف قليلا، تابعوا معنا أولويات يجعلنا نحسن قيادة الحياة. رحاب الشريعة. ألا ندافع عن أنفسنا وقيمنا حينما تهاجم؟ ألا نواجه الباطل الذي عند الآخرين؟ نحن عندما ندعو إلى تسامح مع قيم الاختلاف، الاختلاف منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. مصيبة اليوم في الذين نصبوا أنفسهم دعاة وفقهاء. هل الشرف والغيرة على العرض مسألة تقاليد، أم أنه مسألة تدين وحلال وحرام؟ إنما أمر بالحجاب ليبقى المجتمع منتظما مع طبيعته. في رحاب الشريعة في هذه الأوقات على قناة اقرأ. نرحب بكم من جديد، أهلا وسهلا فيكم مع برنامج أولويات، وأولويات يجعلنا نحسن قيادة الحياة. وما زلنا نناقش قضية في غاية الأهمية في فقه الأولويات، أيهما أولى، الزواج من عربية أم الزواج من أجنبية؟ وربما السؤال الذي توقفنا عنده كان للدكتور خالد المذكور باتجاه بعض الناس، أنه لابد أن ينظر للفقه من زاوية جديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج من أجنبية إلا من واحدة فقط، ماريا، بينما أغلب زوجاته أمهات المؤمنين من نفس البلد. ما هي وجهة نظرك دكتور خالد على من يستدل بهذا الاستدلال؟ يعني ماريا القطبية هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيز الزواج من أجنبية. إذا سوى يقول لك فقط زوجة وحتى ولا واحدة، لو كان هذا الأمر محرما لما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من يعني من مكة أو من العرب، هذا يمكن يحمل كذلك في أمور نوع من التوافق السياسي لجمع شمل القبائل العربية. يعني زواج الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لمتعة، ولم يكن يعني رفاهية، ولم يكن خاصة في نفسه، وإنما هناك زواج يكون في توافق وفي اتحاد في العشائر وفي القبائل العربية التي تزوج منها الرسول صلى الله عليه وسلم. فينظر إليه نظرة يعني اجتماعية، نظرة سياسية، ليست نظرة تمتع أو رفاهية أو رغبة أو شهوة أو ما إلى ذلك. نعم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من يعني أم المؤمنين خديجة، وكانت أكبر منه سنا. نعم. وتزوج من عائشة وهي صغيرة، وتزوج من أم سلمة وهي كبيرة في السن. نعم. فهناك أمور أخرى تزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن هناك أمور اجتماعية وأمور سياسية. نعم. في الحقيقة يعني جعلت من الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج. طيب. هؤلاء. لكن يعني في التشريع الإسلامي لم يعني يرد نص يعني واضح من الرسول صلى الله عليه وسلم عن المنع من الزواج بالأجنبية، إلا نص عند عمر الخطاب رضي الله عنه. كذلك لاحظ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني ما هو تبرير هذا الفتوحات الإسلامية؟ نعم. أنه عندما تزوج بعض الصحابة الذين ذهبوا لفتح فارس من الفارسيات أو ما إلى ذلك، خشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يفتتنوا وأن يركنوا إلى الدنيا، ليس فقط للزواج، وإنما هو لما في فارس من يعني حضارة ومن رفاهية ومن جمال ومن كذا، فخشي عليهم هذا. فالقضية إذن ليست زواج، ليست فقط يعني هي فقط لمصلحة. نعم. معينة قد ترد في فترة زمنية معينة. نعم. لكن لم يرد في الشرع منع من هذا. طيب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما منع
زواج الصحابة من الفارسيات لم يكن منعا شرعيا، لأنه لا يجوز لعمر ولا لغير عمر أن يمنع شيئا أباحه الله سبحانه وتعالى، ولكن تقييد ولي الأمر لفترة معينة أو من فترة معينة موجود. يعني على سبيل المثال أخ جاسم، الآن في الدول تمنع أعضاء السلك الدبلوماسي من الزواج بأجنبيات. نعم، وهذا المنع منع مصلحي. مصلحي نعم، وليس منعا شرعيا. لكن الإنسان إذا أراد أن يتزوج من أجنبية ينظر، مثل ما تفضلوا الإخوان والأخت إلهام، السادة إلهام، إلى أن هناك أبعاد اجتماعية قد تطرأ بعد ذلك. نعم، يعني لما أنا أتزوج بأجنبية ما وضعها أمامي فيها؟ راح تكون من عائلتي، صلتها يعني بعائلتي، صلتها ببني وطني، ببني قومي، صلة الأولاد وما تعامل عليه الأولاد بعد ذلك، إن أمك مثلا يعني أجنبية فهذه الأمور قد يعني تلاحظ كمصلحة. نعم، وهو يقدر بقدرها يعني. يقدر بقدرها. نعم. طيب، بس نرجع إلى الأستاذ عثمان، يعني ذكرت أن هناك مجموعة زيجات، وهذه من التجربة الموجودة عندكم في المشروع الخيري. طرح الأستاذ الدكتور محمد نقطة جوهرية، أنه لابد من أن يكون هناك توعية لمن يرغب بالزواج من أجنبية، أنه ربما في المستقبل ستواجهك تلك المشاكل التي تعرضت لها الأستاذ إلهام. هل هذا يحدث في هذا المشروع الذي تقوم فيه، أو إذا عندك أي فكرة لأي مركز أو أي مؤسسة على مستوى المملكة أو مستوى الخليج أو مستوى الوطن العربي تقوم بهذا الدور؟ وفي الحقيقة يا أستاذ جاسم، يعني أنا ترى كنت أستمع للدكتور محمد الحامد في قضية الحكم من الزواج من الأجنبية، وهل يفضل الزواج من العربية أم من الأجنبية. الحقيقة إحنا عندنا قصص يعني ليست بالقليلة تمثل زيجات للأسف يعني فشلت بسبب الزواج من الأجنبية اللي خلينا نسميها البعيدة. نعم. واللي هو دافع الزيجة في الغالب مثل ما ذكرت يا أستاذ جاسم، كانت يعني الطالبة اللي سافر للخارج وبعد كده عنده الحقيقة غيرة إنه يحصن نفسه فيتزوج. يعني عندي حالة يعني طالب تزوج وجاء رجع يعني بلده وقعد 10 سنوات، زوجته ما كانت مسلمة، أسلمت وإن شاء الله يؤجر على هذا الشيء، فشلت الزيجة بعد 10 سنوات، رجعت الزوجة إلى فرنسا اللي بلدها الأصلي، وأخذت يعني بحيلة معينة البنتين اللي كانوا للزوج. بعد كده يعني خلاص انتهى الأمر، البنتين عاشت مع أمهم، أمهم يعني حتى تمسكها بالإسلام يعني خف، بل يقال إنها للأسف يعني عادت. نعم، يعني الحقيقة هذا النموذج، والنموذج هذا متكرر كثير. يعني عندكم أكثر من نموذج بهذا العنوان؟ للأسف نعم، للأسف. أنا أقول لك خاصة الزيجات البعيدة، يعني اللي من الأوروبيات مثلا أو كذا. وتكون في الغالب أنه زيجات حدثت أوقات الدراسة، يعني في الغالب يعني شاب يذهب للدراسة الجامعية في الغرب ويتعلق بفتاة أو يريد أن يحفظ نفسه ويبدأ بالمسيرة الزواج وتنتهي المأساة. طيب، للأسف الشديد. طيب، أنتم هل تدخلون في برنامج توعية من أجل هذا؟ هو في الحقيقة دكتور أستاذ جاسم، إحنا عندنا دورة التأهيل الأسري اللي تعطى للشاب المقبل على الزواج. طيب، بعد كده الحقيقة أسس يعني مجموعة من الغيورين مركز اسمه مركز المودة الاجتماعي. طيب، مركز متخصص في الإصلاح الأسري، الاستشارات الأسرية، ثم أحيلت دورات التأهيل الأسري من مشروع الخير للزواج إلى مركز المودة الاجتماعي، فيمثل حقيقة تكامل جيد. لكن يظل إنه إحنا قاعدين نشتغل في الوقت في المرحلة رقم 2، يعني بعد ما يكون الشاب قد اختار زوجته. طيب أستاذ.